الحمد لله والصلاة والسلام على كل رسل الله عليهم جميعا الصلاة والسلام. وبعد، موضوع شبهة اليوم، طبعا اسم الفيديو: لماذا رفضت المسيحية وأمنت بالإسلام؟ زي ما هو معروف، جاني منصر يقول لي اترك الإسلام وآمن بالمسيحية، فقلت له أنا أبحث الأول الكتابين وبعد كده أشوف مين فيهم كلام الله ثم أتبعه. فبحثت الإسلام عن طريق دراسة القرآن والسنة، وبحثت المسيحية عن طريق دراسة الكتاب المقدس اللي هو ده، فلذلك اخترت الإسلام، ولذلك رفضت المسيحية واخترت الإسلام. موضوع شبهة اليوم: قام بعض المنصرين بيقول انتوا عندكم يا مسلمين، حياكم الله، انتوا عندكم يا مسلمين في تناقض. فين؟ قال لي في سورة البقرة الآية 34، في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فهل كان إبليس من الملائكة؟ بينما في آية تانية بيقول إن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فبقول هنا عندكم تناقض، فقلنا لا. هنوضح إن شاء الله في الحوار ده، إبليس ليس من الجن، ليس من الملائكة. اثنين، مفيش تناقض. ثلاثة، ماذا فعل إبليس مع رب النصارى؟ أربعة، في العهد القديم، ماذا فعل إبليس مع رب النصارى في العهد الجديد؟ هل تعرفون أن إبليس هو إله عند النصارى؟ كل ده إن شاء الله نتكلم معاه في الفيديو ده بإذن رب العالمين. دعواتكم لينا. نبدأ الأولى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هل في الآية دي بيقول إبليس من الملائكة؟ الإجابة لأ. تقول لي إزاي؟ أقول لك: في حرب 73 انتصر المصريون على اليهود في الحرب، فلو قال القائل كده انتصر، عليكم السلام، انتصر المصريون على اليهود، الكلام صحيح، الكلام صح، مع ان الانتصار، حياك الله يا اخي، مع ان حياك الله يا مطنش، مع ان الانتصار من اليهود، من المعذرة، من المصريين على اليهود، كان فيه في جيش المصريين مهندسين ايطاليين وفرنسيين ومهندسين من جنسيات اخرى، لكن انت حكمت بالاغلب فقلت ان المصريون. فلذلك لما ودي لغة العرب، لذلك الرب سبحانه لما قال: وإذ قلنا للملائكة، ذكر الملائكة لأن الأعم الأغلب كان كلهم ملائكة إلا إبليس الوحيد اللي جن، الوحيد اللي جن، فما يبقاش في تناقض، وإنما ذكر الأعم الأغلب، زي ما بنقول انتصر المصريون على اليهود أو على الإسرائيليين. تعال شوف في المصريين، هتلاقي كان في مهندسين ايطاليين ومهندسين المان ومهندسين من دول اخرى، لكن ليه اتقال انتصر المصريون ان الاعم الاغلب هم مصريين؟ فهمت النقطه دي؟ طيب، ايه الدليل ان ابليس مش من الملائكه؟ في ادله كثيره، اهمها قال الله عز وجل كما في سوره الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فتفسير القرآن بالقرآن إن إبليس مش ملائكة، مش من الملائكة، وإنما من الجن. الدليل الثاني إن في قول الله عز وجل، أو المعذرة، في صحيح مسلم رقم 5314 عن عائشة قالت: قال رسول الله: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الإنسان من طين. يبقى الملائكة من نور مش من نار. طيب الجن من إيه؟ الجان من نار. طب تعالوا نشوف الملائكة، نشوف إبليس خلق من إيه. قال إبليس في سورة الأعراف آية 12: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه الآيات هي
لحد ما نشوف لو في حد هيقدر ينزل النصوص في الفيس. تمام، يبقى الأدلة على إن إبليس مش من الملائكة يبقى ما فيش تناقض ولا شيء، وإنما هجيب لكم كوارث الآن في الكتاب المقدس عن إبليس بيعمل إيه في الرب عندهم، وإبليس إله هذا الدهر. تمام، في سورة الحج الآية 27، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. في سورة صاد 67، الآية 67، الآية 76، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى إبليس مخلوق منين؟ من نار. خلق الإنسان في سورة الرحمن، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. يبقى إبليس والجن مخلوقين من نار، الملائكة مخلوقين من نور، الإنس مخلوق من طين. يبقى كده عندنا في فرق بين ده وده وده. إذن ليس هناك تناقض في القرآن في قول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ذكر الملائكة لأنهم كانوا الموجودين الأعم الأغلب، الغالبية كانت ملائكة. الحاجة الثانية، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنما إبليس عصى، إبليس عصى. إذن ما فيش تناقض في هذه الآية. النقطة الثانية، هل تعرفون؟ إذن بفضل رب العالمين اتدمرت الشبهة في أول كام دقيقة، في 6 دقايق خلصت الشبهة، ما فيش شبهة، ما فيش شبهة. قال حياك الله يا مطنش. قال بقى الآن هنا عندنا نقطة، مسألة إبليس عند الملائكة، هل تعرفون أن إبليس عند النصارى هو إله؟ أو والله إله هذا الدهر، إله هذا الدهر. النص هتلاقوه في عند الملائكة بقى. إبليس مش، عن فكرة، على فكرة إبليس الشيطان عند الملائكة عند النصارى هو ملك. إبليس عند النصارى هو ملك، تمام، هو من الملائكة يعني، لكنه عصى. خلاص، لكنه عصى. النقطة الثانية، إبليس عند النصارى إله، إبليس عند النصارى إله. الدليل على كده إيه؟ كورنثوس الثانية، رسالة بولس أهل كورنثوس الثانية 4:4، صح، 4، عدد 4، بيقول الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. عارفين مين ده؟ راجعوا التفسير هتلاقوه بيتكلم عن الشيطان. الشيطان عند النصارى إله، الشيطان عند النصارى إله، لكن عندنا نحن من الجان. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، بقول لك الشيطان عند المسلمين ملك ولا جن؟ أنا بقول له لا، جن، بدليل قول الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن أبى كان من الجن ففسق عن أمر ربه. واضح؟ ولم يكن من الملائكة. واضح؟ طيب، الشيطان عند النصارى بيعمل ايه؟ بيهيج الرب عند الكنيسة في العهد القديم. الشيطان من صفاته عند النصارى انه بيهيج إله العهد القديم. السؤال هنا، الشيطان يا جماعة الخير بيأمر بالخير ولا بالشر؟ جاوبوني، جاوبوني على الفيس، جاوبوني في التعليقات في الفيس وفي اليوتيوب. الشيطان بيأمر بالخير ولا بالشر؟ بيحرض على الخير ولا على الشر؟ بي 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 بيعمل الناس، بيجر الناس للخير ولا للشر؟ جاوبوا. للشر، تمام، للشر. الشيطان بيحرض الناس على الشر، بيهيج الناس على الشر. شوفوا الرب بحسب العهد القديم الشيطان بيعمل معاه ايه. في سفر ايوب اصحاح 2 العدد 3 بيقول، العدد 3 و4، فقال الرب للشيطان، الرب عندهم بيكلم ابليس بيقول له هل جعلت قلبك على عبدي ايوب؟ لانه ليس مثله في الارض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر، وإلى الآن هو متمسك بكماله. شوف بقى رب الكنيسة هيقول للشيطان إيه، وقد
هيجتني عليه لأبتلعه بلا سبب. الرب عندهم في الكتاب ده الرب بيقول للشيطان: انت يا شيطان هيجتني على يسوع، هيجتني على ايوب. تخيلوا الرب عند النصارى في الكتاب ده الكتاب المقدس، الشيطان بيهيجه على عبده ايوب. تمام تمام كده، حياك الله. طيب يبقى من صفات الشيطان عند النصارى انه مش من الجان ومش من النار. لا، الشيطان عند النصارى واحد اله هذا الدهر، اتنين بيهيج الرب عند النصارى كما في سفر ايوب اصحاح 2 عدد 3 و4. طبعا بيهيجه بالشر لان الشيطان ما بيهيجش غير بالشر. الترجمه في ترجمه تانية بتقول: وقد حرضتني عليه لابتلعه. يعني الشيطان بيحرض الرب بحسب العهد القديم على الشر. النقطه التانية بقى اللي اصعب من دي، اللي اصعب من دي، ركزوا معايا بارك الله فيكم. الشيطان ماذا يفعل في رب الكنيسة يسوع؟ ماذا فعل الشيطان في يسوع الإله المتجسد؟ أحسنت، هو ملاك ساقط يا أبو انطنش. نعم، هتلاقوا الكلام ده في النص بتاع كيف سقطت يا زهرة، كيف سقطت يا زهرة انتوا الصبح. اللي يقدر ينزل النصوص الله يبارك لكم ينزل النص فضلا، عشان بعمل كذا حاجة في وقت واحد. هتلاقوه في سفر إشعية، سفر إشعية إصحاح 14 عدد 12، النص اللي بيقول: كيف سقطت يا زهرة بنت الصبح. الشيطان عمل انقلاب عنه. كيف سقطت يا زهرة بنت الصبح؟ الكلام عن مين؟ عن الشيطان. هيقول لك كده في التفاسير انه ملاك ساقط. تمام؟ طيب النقطة بقى الأخيرة، طبعا ليه أنا عملت كده؟ لأن زي ما أنتم عارفين أسلوبي وحواري في رد الشبهات هو الرد على النصارى مما يعتقد ثم قلب الشبهة والحجة عليهم. واضح؟ يعني نرد عليه بالنقطة اللي بيؤمن الأول، نرد عليه رد سريع عندنا من الإسلام، ثم نقلب الشبهة عليه، فنرد عليه من دينه، فنقلب الحجة اللي جايبها عليه هو، وبعد كده نسأله هو في دينه. ما يجيش يرمي 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 شبهات ويطلع يجري. لا، مش لما شبهة تحمل تطلع لي من كتابك انت، ترد عليا من عندك انت ايضا. واضح؟ تمام، نشوف مع بعض النص في انجيل لوقا، معذرة، انجيل متى إصحاح 4 عدد 1. ننزل مع بعض النصوص ونشوف إيه الموضوع. في واقعة في إنجيل متى بتنسف لاهوت يسوع وتنسف إن الكلام ده كلام الله أصلاً، وهي قصة سيطرة وتجربة الشيطان إبليس اللعين لرب الكنيسة يسوع في إنجيل متى إصحاح 4 عدد 1. بتقول إيه؟ ثم أصعد يسوع، اللي هو الإله عند الكنيسة، الإله عند النصارى، الإله عند زكريا بولس وغيره، ثم أصعد يسوع إلى البرية ليجرب من إبليس. هنا يسوع إله الكنيسة طلع عشان يتجرب، معنى إن إبليس يجربه يعني يسيطر عليه ويؤمره. تخيلوا الشيطان بيؤمر رب العالمين، تخيلوا. طيب فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا. هنا مسألة تانية كبيرة جدا، ألا وهي إبليس سيطر على الإله عندهم، تسلط على الإله عندهم، أمر الإله عندهم، جرب الإله عندهم، بعد كده أمروا بالصيام 40 يوم.
أمروا بالصيام 40 يوم. النقطة الثانية، الشيطان قام مقام الإله في الكتاب المقدس. الشيطان الآن قام مقام الإله، تقول لي ليه؟ أقول لك، خلي بالك من الدليل وركز في المسألة دي. يسوع عندما ذهب لمقابلة الشيطان صام 40 يوم، صح؟ يسوع النص بيقول له بعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا. يسوع الإله عند النصارى لما راح عشان يقابل الشيطان صام 40 يوم، وموسى لما راح عشان يقابل الله صام 40 يوم. موسى لما ذهب للقاء ربه صام 40 يوم، فين؟ في سفر التثنية 9:9 يقول إن موسى عندما ذهب للرب سبحانه في جبل الطور صام 40 يوم في التثنية 9:9. ويسوع لما راح يقابل الشيطان صام 40 يوم. السؤال هنا، هل كان يسوع ذاهبا لمقابلة الشيطان أم لمقابلة الإله؟ هل يسوع كان الإله عند النصارى كان ذاهب لمقابلة الشيطان أم لمقابلة الإله؟ السؤال الثاني، لماذا صام له أصلا؟ صام له ليه؟ هذا هو الشيطان بحسب النصارى، الشيطان بحسب النصارى اللي جاي كبير، اللي جاي كلام كبير وكلام تقيل، فركزوا فيه فضلا. إبليس ماذا فعل في يسوع؟ وده عنوان الفيديو، من هو إبليس عند المسلمين؟ النقطة الثانية، ماذا فعل إبليس في الرب عند النصارى؟ العدد 3 في إنجيل متى إصحاح 4 بيقول: فتقدم إليه المجرب. المجرب اللي هو مين؟ الشيطان. يعني الشيطان راح لمقابلة الرب بتاع رب النصارى اللي هو يسوع الأناجيل، وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبز. مسك له طوبة من الجبل وقال له لو أنت فعلا ابن الله خلي الطوبة تتحول لعيش خبز. فهل استطاع الرب عندهم أنه يحول الطوبة فعلا لعيش؟ ما قدرش، ما قدرش الإله أنه يحول الطوبة لعيش. لماذا؟ لأنه لا يقدر. هو قال ذلك، قال أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. تمام؟ يقول النص: فأجاب يسوع وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. تعليقنا على النص ده، الأمر الطبيعي والصائب إن يسوع يحول الحجر لخبز عشان يظهر لقارئ الكتاب المقدس إن يسوع هو المنتصر في هذا النزال والتجربة. يعني أنا لما أجي أتحداك، أقعد أتحدى في القساوسة، فهل تقدر تجيب كذا وتقدر تجيب لي نص بيقول كذا وتقدر تجيب لي نص بيقول كذا؟ المفروض إنه حتى يفحمني وحتى يجيب على هذا الأمر ويظهر للمستمع والمشاهد إنه قوي فعلا ودليله وعقيدته بدليل، المفروض يجيب لي نصوص، ما يتهربش مني. ده اللي حصل مع يسوع، إنه تهرب من الأسئلة بمواضيع أخرى، فقال إيه؟ حتى يظهر للقارئ ذلك. لكن إبليس كان هو الفائز بدليل عجز يسوع أمام الشيطان، وإن الشيطان قدر يسأل يسوع أسئلة ويسوع ما ينفذش. لذلك آمنت بالإسلام ورفضت المسيحية. تمام؟ عايزين نجرب مثلا نحط بعض الأدلة على قوة الله سبحانه وضعف الشيطان في الإسلام. يعني شوف الله مثلا عندما يتكلم مع الشيطان في الإسلام قال له إيه؟ قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ الرب اللي بيأمر الشيطان إنه يسجد، مش الشيطان اللي هيأمر الرب إنه يسجد. أنا هجيب لكم الدليل الآن إن الشيطان إبليس أمر الرب بحسب أمر رب زكريا الكذاب إنه يسجد له. الشيطان يأمر رب زكريا الكذاب أن يسجد له، لكن الله في الإسلام هو اللي أمر الشيطان أنه يسجد، مش العكس، عشان تعرفوا أيهما إله قوي، أيهما إله حقا يستحق العباد. عليكم السلام ورحمة الله. إيه النص بيقول؟ أحبك الله أخي، بارك الله فيك. أن الله يقول إيه؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟
قال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هل قال إبليس له، للرب سبحانه: أثبت لي أنك الله؟ لا، لكن الرب إبليس مع رب الكنيسة مع يسوع قعد يتجرب فيه وقعد يختبره وقعد وقعد وقعد، تمام؟ فهنا إبليس يقر بالألوهية لرب العالمين، يقر بالألوهية لرب المسلمين، بينما إبليس مع رب الكنيسة مع يسوع الأناجيل قاعد يؤمر فيه وقاعد يجرب فيه، بل بيقول له اسجد لي، بل بيقول له اسجد لي. الدليل على كده إيه؟ وفي النقطة دي إبليس ضرب عصفورين بحجر. أولا أثبت إن يسوع ليس هو الله ولا ابن الله ولا بالجوهر ولا بالذات كما يقولون، بدل إن هو ما نفذش، ما عملش البتاع، ما عملش التجربة، ما ردش عليه ولا رد على سؤال ولا عرف يفحمه في السؤال. الدليل الثاني إنه أضل المسيحيين وزين لهم سوء أعمالهم وجعلهم يعبدون بشرا مثلهم، تمام؟ العدد إنجيل متى إصحاح 4 العدد 5 بيقول إيه؟ هنزله لكم حالا على التكست. هنزله لكم في الفيس اهو، شوفوا كده. حيا الله من انضم الينا. بيقول انجيل متى اصحاح 4 عدد 5: ثم اخذه ابليس، اخذ الرب عندهم، عشان تعرفوا فرق بين الشيطان في الاسلام ضعيف حقير محتقر ذليل، الشيطان في الاسلام جني مخلوق من نار، الشيطان في الإسلام لا حول له ولا قوة على المسلمين، الشيطان بحسب الكتاب المقدس أغوى وهيج الرب بحسب العهد القديم، أما بحسب العهد الجديد فمتسلط على يسوع الأناجيل وعمال يؤمر فيه، بل سيأمره الآن بالانتحار. الدليل في إنجيل متى إصحاح 4 عدد 5 بيقول: ثم أخذه إبليس، يعني أخذ الرب عندهم، أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل، طلعه على جبل عالي، وقال له إبليس، يقول للرب عندهم: إن كنت ابن الله فاطلع نفسك، ارمي نفسك من هنا. لو أنت فعلا يا يسوع إله أو ابن الله ارمي نفسك من هنا. وبعدين بيقول له بقى، بيستدل عليه، وقال له: لأنه مكتوب أنه يوصي به بك ملائكته فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصطدم بحجر رجلك. طب إيه رأيكم في سؤال يسوع للرب، في سؤال يسوع الآن لرب الكنيسة، المعذرة، في سؤال الشيطان لرب الكنيسة يسوع: إيه رأيكم إني أنا مع الشيطان في هذا؟ يعني إيه أنا مع الشيطان؟ يعني أنا لو مكان الشيطان لكنت قلت ليسوع كده. تقول إزاي؟ إزاي تقول كده يا مسلم؟ ستيب باي ستيب، نقطة نقطة، عشان تعرف يا مسيحي إن كنت أنا صادق ولا لأ. دلوقتي العهد القديم والنبوءات بتقول عن الإن اللي قادم المسيح المنتظر ده إيه؟ مكتوب عنه أنه يوصي بك ملائكته فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصطدم بحجر رجلك. لما أنا ألاقي في كتابي أو القرآن ينبئ عن رجل قادم، هذا القادم الله يحفظه بملائكته فلا تصطدم بحجر رجله، مش أنا من حقي إن أنا أقول للقادم دلل لي على أنك مرسل من الله؟ على سبيل المثال اقفز من فوق الجبل فتحملك الملائكة ولا تصطدم بحجر رجلك. حقي حقي، زي النصارى الآن، يسوع مش كان بيقول من إن كان لكم إيمان مثل حبة خردل تشربون شيئا مميتا فلا يضركم وإن شربوا شيئا مميتا فلا يضرهم؟ مش أنا من حقي أقول لهم طالما أنتم مؤمنون بيسوع خد إزازة اشربها، اشرب لي إزازة السم دي، فلو أثرت فيك تبقى أنت مش مؤمن، ولو ما أثرتش فيك تبقى أنت مؤمن؟ مش من حقي، ما أنت حاطط لي قيد أهو، مش أنت اللي حاطط القيد بتاع التحدي؟ يسوع حط القيد بتاع التحدي والإله. فلذلك تحدي الشيطان ليسوع هنا تحدي موفق. بيسأله بيقول له: انت مكتوب عنك في العهد القديم ان انت
هتيجي الرب هيحفظك بملائكته، فحتى لو رميت نفسك من فوق جبل مش هيجرى لك حاجة. طب ارمي ووريني عشان اعرف ان كنت انت المسيح المنتظر ولا لا. فكلامه حق، الشيطان كده عنده حق. هل يسوع نفذ؟ ما نفذش، ما نفذش، ما ورلوش المعجزة. لو تفتكروا الانبياء كل نبي يجي لقومه، يجي للقوم بتوعه، تجد القوم بتوعه يسألوه أدلة على إنه نبي، معجزات على إنه مرسل من الله. من ضمن الحاجات دي يسوع حب يعملها، بيقول له لو أنت فعلا ابن الله، لو أنت فعلا المسيح المنتظر، أحسنت زي ما المسيح المنتظر، ارمي نفسك من فوق الجبل. الشيخ ديدات عمل الحركة دي مع أحد القساوسة في المناظرة، قال له خد إزازة السم اهي اشربها حتى تريني صدق كتابك، إن كتابك ده من عند الله. ما اشربش، خاف، خاف. إذن الكلام اللي في الكتاب ليس بصحيح بدليل إنك خايف، ما نفذتوش، ما نفذتوش، أو أنت مش مؤمن بيه. فيسوع الشيطان بيقول لي يسوع إيه؟ بيقول له أنت مكتوب عنك في العهد القديم إنك لو رميت نفسك من فوق الجبل مش هيجرى لك حاجة، مكتوب كده، يوصي به ملائكتك لكي لا تصطدم بحجر رجلك. هنا يسوع بيأمر الشيطان بالانتحار، دي أول نقطة. تخيل الشيطان الرجيم بيأمر الإله إنه ينتحر ويقتل نفسه من فوق الجبل، تمام؟ لكن إله الكنيسة يسوع اختار إن هو ما يتقتلش فوق الجبل، لكن يتقتل على الصليب. هو الراجل بصراحة يعني عشان تبقى في الصورة، بس هو ما اختارش القتل إنه ينتحر من فوق الجبل، لكن اختار أن يموت، أن يقتل على الصليب. فاختار حاجة تانية يعني، فكده كده اتقتل يعني، سواء كده او كده هو مات خلاص. الله يرحمنا ويرحمه. النقطة الثانية، قال النقطة الثانية، الشيطان اعلم من يسوع، من يسوع الاناجيل، بدليل ايه؟ بصوا بقى، الشيطان بيقول للاله بحسب الاناجيل اللي هو يسوع الانجيلي، بيقول له ايه؟ بيقول له ما تخافش، لو رميت نفسك من فوق الجبل فانت قلت، انت برضو قلت ان الرب هيوصي بك ملائكته فيحموك وعلى ايديهم يحملونك فلا تموت. شفتوا، انتوا شايفين الفكره؟ بيستدل عليه، بيقول له مكتوب، ما انت خايف ليه؟ ما ترمي من نفسك من فوق الجبل، مش انت قلت في العهد القديم ان انت لو رميت نفسك الملائكه هتشيلك ومش هتصطدم بحجر رجلك؟ طب ما تنفذ. وبرضه ما نفذش، وبرضه كان الشيطان أقوى في النقطة دي وكسب النقطة دي، كده 2-0 للشيطان. التالتة، التحدي الثاني على التوالي من الشيطان ليسوع، ومع ذلك يسوع ما قدرش ينفذ الاختبار، فكان الشيطان النقطة الثانية على التوالي، كده 2-0. النقطة الثالثة، العدد سبعة، يقول طبعا ده تفنيدي أنا الخاص لإنجيل متى إصحاح 4، وانتوا عارفين لما بفند حاجة أجارك الله ولله الحمد. ليه؟ لأني أنا ببص بنظرة معينة، نظرة الكتاب ككل. بعض النصارى يقعد يقول لك إيه، أنتم يا مسلمين بتقعدوا تسألوا مش عارف إيه وتبعدوا عن قراءة الكتاب ككل. لا، أنا بقى في تفنيد الأناجيل بفند الكتاب بنظرة كلية للكتاب، مش بنظرة وعدت، لا، بجيب النصوص كلها واجمعها مع بعضها كده، اطلع خط مستقيم عشان لما اتكلم بعد كده ما يجيش واحد يقول لي انت بتقول ايه. واضح؟ شوفوا كده على سبيل المثال، في انجيل متى اصحاح 4 عدد 7، قال له يسوع، يسوع بيقول للشيطان مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك. الرد ده عجيب جدا، الرد ده عامل زي رد النصارى. شوفوا اللي سمع مناظرات ليا مع القساوسة او المنصرين، تلاقيني انا بسأل سؤال والمسيحي في موضوع تاني خالص، انا اسأل السؤال يقوم المسيحي مجاوبني في حتة تانية، انا اسأل في يمين المسيحي يجاوبني شمال، اسأل شمال يجاوبني يمين، انما ما يجاوبش على صلب الموضوع، ما يجاوبكش في صلب السؤال اللي انت سألته، لا، يلف ويدور بيك. هنا يسوع الشيطان بيسأله، بيقول له ايه؟ مكتوب ان الاله يحميك، فقام قايل له ايه؟
مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. طب يا عمي هو الآن ده إزاي لا تجرب الرب إلهك وأنت طالع أصلا تتجرب؟ هو مش الكتاب اسمه ثم أصعد يسوع من ليجرب من إبليس؟ إزاي أنت تقول لي بيقول لا تجرب الرب إلهك بينما أنت أصلا أنت طالع تتجرب؟ أنت أصلا طالع تتجرب تقوم قايل له لا تجرب الرب إلهك، أما أنت طالع ليه؟ يا يسوع انت طالع ليه اصلا؟ يقول لك انا طالع عشان اتجرب. طب تعال اتجرب بقى، يقول لك لا تجرب الرب الهك، انا مش هتجرب. طب انت طالع ليه؟ انا طالع عشان اتجرب. طب تعال عشان نجربك، لا انا مش هتجرب. طب انت طالع ليه؟ انا طالع عشان اتجرب. طب ده ينفع؟ بالله عليكم لا يصلح هذا اللف والدوران. طب ايه ده يعني ده لف ودوران. لماذا صعد يسوع للجبل بحسب الأناجيل؟ ليجرب. السؤال عندما جربه إبليس هل قبل تجربته؟ قال لك لا، لا تجرب الرب إلهك، رفض التجربة. وانت طالع عشان، وهو طالع عشان يتجرب. انتوا فاهمين التناقض؟ النص ده فيه كارثة. لما يسوع رد عليه الرد الغير مباشر، الرد اللف والدوران ده، الرد ده نفسه فيه كارثة. هطلعها لكم حال. قال له ايه؟ مكتوب لا تجرب الرب إلهك. الرد ده عجيب، لأنه يسوع ما بيردش على أي سؤال، بيرد بردود يعني زي لف ودوران، زي ما بنقول من النصارى يعني. خلاص يعني الكتاب بيقول إن الله يحفظك، ومع ذلك ما أعطناش دليل، بل تهرب من رد على السؤال ده. في كل سؤال يرد يسوع برد غير منطقي. فأنا المفروض يعني لو كان الإله، لو كان يسوع هو الإله، لكان أعلن عن ذلك، أعلن. فلماذا لا تثبت لنا صدق ما قدمته لنا في المزامير؟ المفروض أن يسوع ناسوت كامل وإله كامل بحسب النصارى يعني، لاهوت كامل وناسوت كامل. فلماذا لا يقدم لنا يسوع بناسوته صدق أقوال لاهوته؟ النقطة الثانية، النص ده بيأكد أن يسوع مش الإله بقوله بلسانه هو أن هو مش الله. الدليل، كيف، ركز معايا كده، الله لا يجرب بينما يسوع اتجرب، فكيف يكون يسوع الله؟ نقول تاني، ركزوا في الحتة دي، ركزوا في النقطة دي. الإله لا يجرب، الله ما بيتجربش. هو مكتوب اهو، مكتوب لا تجرب الرب إلهك، وفي نص تاني بيقول الله غير مجرب بالشرور، الله غير مجرب. الرب لا يجرب، يسوع صعد الجبل ليجرب من إبليس، يسوع اتجرب، الله لا يجرب. يبقى ازاي الله هو يسوع؟ الله ما بيتجربش، يسوع اتجرب، يبقى ازاي الله يسوع؟ ازاي يسوع الله؟ فاهمين؟ فهمتوا النقطة دي؟ فلما قال يسوع لا تجرب الرب إلهك خرب الدنيا اهي. الله لا يجرب، يسوع اتجرب، اذا يسوع ليس الله. جبت حاجة من عندي يا مسلمين؟ أنا جبت حاجة من عندي أم هذا كلام الإنجيل؟ تمام. قال يسوع، أخونا فارس يقول بما إن الشيطان عندهم إله هذا الدهر. طيب موضوع ماشي، خلينا في الموضوع بتاعنا هذا العالم، كيف سأعطيك؟ هل وجود المسيح باللاهوت يأخذ؟ أحسنت كده، أنا فهمت سؤالك. لو كان إله هذا الدهر اللي هو الشيطان كما جاء في أسفار بولس زي ما أنا نزلت لكم، أخونا فارس على فكرة مسلم جديد، أسأل الله أن يحفظه يا رب. أخونا فارس مسلم جديد، فادعو له بالثبات، ثبته الله وإيانا يا رب العالمين. وليه أسئلة حلوة في الكتاب، كتاب النصارى يعني. بيقول لك إذا كان إبليس هو إله هذا الدهر، هو الشيطان يعني، وقال ليسوع انظر هذا العالم كله سأعطيك لك، فهل يسوع بناسوته كده أصبح خاضع لإله هذا الدهر؟ أحسنت، هذا اللي حصل. لا ده مش بس بناسوت، ده بناسوت ولاهوته كمان، لأن اللاهوت، أنت عارف الكلام ده، اللاهوت لا ينفصل عن الناسوت عندهم لحظة واحدة ولا طرفة عين. لاهوته عندهم لا يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، فكان خاضعا باللاهوت والناسوت. أنت ناسي أنه حتى في العهد القديم بيقول أن الشيطان وقد هيجتني عليه، هيجوا الشيطان، هيجوا. فهمتوا النقطة دي؟ طيب
النقطة التانية إن الإله الله ما يقدرش حد يجربه، لكن ولا يجرب، بينما يسوع يقدروا يجربوه وجربوه فعلا، والشيطان سيطر عليه وتغلب عليه، فكيف يكون الله؟ بعد كده إنجيل متى إصحاح 4 عدد 8 بيقول، عدد 8 بيقول: ثم أخذه إبليس، الشيطان أخذ الرب عند النصارى يسوع الأناجيل، أخذوا الجبل عالٍ جدا وأراه جميع ممالك العالم. في هنا مشكلتين، في مشاكل في النص ده. الأولى إن الشيطان سيطر على فكر وبصر يسوع فسحره وجعله يرى جميع ممالك العالم، وده وحده يدمر لاهوت يسوع. كيف كده؟ هقول لك أنا كيف. تخيل معايا، بس ركز في النقطة عشان تقدر تفهم أنا عايز أقول لك إيه. لو كانت فلسطين مثلا في شمال الكرة الأرضية، كيف الشيطان سيجعل يسوع يرى ما في جنوب الكرة الأرضية من ممالك أمام عينيه؟ التراجم الثانية بتقول لك إيه؟ حتى التراجم الثانية بتقول لك: فأراه جميع ممالك العالم أمام بصره، أمام بصره. كيف يجعله يرى جميع ممالك العالم لو هو في شمال الكرة الأرضية؟ إزاي هيشوف اللي في جنوب الكرة الأرضية ويمين وشمال الكرة الأرضية إلا إذا سيطر وتسلط على بصر يسوع؟ فهنا الشيطان سحر وسيطر على بصر يسوع وعلى فكر يسوع. والله أنا كنت بحاور ولد، مش عارف، بس هتلاقوها في مناظرات القناة إن شاء الله، هتلاقوها موجودة في المناظرات. قلت للولد كده: هل الشيطان سيطر على بصر يسوع عندما أراه جميع ممالك العالم؟ عارفين قال لي إيه؟ أنا ما أعرفش، أخونا أمادو موجود؟ دكتور أمادو، أنت الموجود ده دكتور أمادو أم غير؟ أظن في إخوة من هنا موجودين معانا في الفيس حالا، سامعين البث ده، أظن كانوا موجودين معانا في البلطوك، كانوا موجودين في البلطوك ساعة حواري لهذا المنصر. أنتوا عارفين قال إيه؟ قال: لا، ما سيطرش على بصره الشيطان، ما سيطرش على بصر الإله، ده سيطر على فكره بس. يعني جه كحلها طمشها، جه كحلها حولها، جه كحلها عماها. قال لي: لا، الشيطان ما سيطرش على بصر يسوع. قلت له: امال ايه؟ قال لي: ده سيطر على فكره بس. ما هو سيطر على فكره برضه، سيطر عليه. يا الله، يعني سيطر على عقل الإله عندك، الشيطان على عقل الإله. شفت ازاي؟ طيب، ده العدد 8. العدد 9 انجيل متى اصحاح 4 العدد 9 يقول الشيطان يقول للإله بحسب الأناجيل، الشيطان بيقول للإله: تعالى اسجد لي. الشيطان بيقول للإله: اسجد لي. فبيقول إيه؟ الشيطان بيقول ليسوع الأناجيل: أعطيك هذه جميعا إن خررت وسجدت لي. هنا في مصيبة، مصيبة كبيرة. الشيطان بيقول للإله، إله النصارى، بيقول له، بيقول لإله الأناجيل، إله بحسب الأناجيل، أن يسجد له. تخيل مدى سيطرة هذا الشيطان على الإله بحسب الكتاب المقدس، حتى أمروا بالسجود له. هل وجدت في التاريخ كله شخص مهزوم يأمر شخص أقوى منه بالسجود له؟ فكيف بالشيطان يأمر الإله بحسب الكتاب المقدس بالسجود له والذل له والخضوع له، وهذا يكفي في تدمير لاهوت يسوع؟ لو كان يسوع إله في تدمير لاهوت. 2، كيف الشيطان يقول ليسوع: أعطيك هذه الممالك؟ إزاي هيعطي له الممالك وهي أصلا ملكه لو كان يسوع هو الله؟ كيف الشيطان يقول للإله بحسب النصارى: أعطيك هذه الممالك، لو كان يسوع إله فعلا؟ كيف الشيطان يقول له: أعطيك هذه الممالك؟ تمام، فلو كان هذا هو الله أصلا كمان، فلماذا رضي بالذل والمهانة دي كلها؟
لماذا لم يقل له أصلا هي ملكي يا شيطان يا ملعون؟ لماذا قال له؟ ولا كان يسوع راضي بهذا الذل وهذه التجربة؟ تخيل أنا دخلت بيتك مثلا، دخلت بيتك، أنت عندك تلفزيون وكمبيوتر وموبايل وكلام كده، يعني حاجات عندك أجهزة في البيت، وأنا قمت جاي قايل لك إيه؟ أنا هديك كل الأجهزة دي لو أنت سمعت كلامي. أنت هتقول لي إيه الجنان ده؟ ما الأجهزة دي أصلاً بتاعتي. لو كان يسوع هو الله لرد عليه الرد الطبيعي وقال له أصلاً جميع الممالك دي بتاعتي، وأنا مستنيك أنت يا شيطان لما تيجي تدهاني. أنتوا فهمتوا؟ فلهذا يسوع ليس الله، ولهذا أنا محمد نصيف رفضت المسيحية وآمنت بالإسلام. وآمنت بالإسلام. عنوان الفيديو كان هل إبليس من الملائكة أم من الشيطان؟ وبيان التناقض أو المعذرة، وبيان الافتراء والشبهة التي جاءت على الإسلام في سورة البقرة وردنا عليها. النقطة الثانية، ماذا فعل هذا الإبليس، هذا الشيطان في يسوع إله النصارى؟ وماذا فعل مع الرب بحسب الكتاب المقدس؟ هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حد عنده سؤال فيما قلت؟ حد عنده سؤال فيما قلته؟ اللي كتب حاجة وما قريتهاش أو سؤال وما شفتوش يكتبه تاني، لأن عندي البث يعني زي ما تقولوا كده، ممكن اللي بتكتبوه بيوصلني متأخر، اللي بتكتبوه بيوصلني متأخر، فاللي عنده سؤال على الفيس يعني تمام على الفيس يبعته، أما على أشوف كده على اليوتيوب بينفع ولا لأ. بسم الله الرحمن الرحيم. على اليوتيوب للأسف مش عارف أتابع تعليقات اليوتيوب، أنا آسف يا جماعة مش عارف أتابعها يعني، لأني بتابع تعليقات الفيس بس، فبتبقى مرهقة شوي، إلا إذا إن شاء الله نشوف أخ من الإخوة يتابع تعليقات الفيس اليوتيوب وبعتها لي هنا، بعتها لي على الفيسبوك. في عندنا مين يسأل؟ عيسى. ايه يا عيسى اللي انت كاتب؟ يا عيسى اكتب كلام يا عيسى، مش عارف انت كاتب ايه. امين واياك يا عاطف. طيب هذا والله تعالى اعلى واعلم جل واكرم، وما كان من توفيق فمن الرحمن سبحانه جل ثناؤه، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يستعملنا وإياكم في نصرة دين الله عز وجل. في الختام لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب بالعربي، هتلاقيني هنزلها لكم على التكست في الفيسبوك باسم محمد نصيف المحاور الأساسية، ولا تنسى الاشتراك في الصفحة، واجعل الصفحة شاهد أولا عشان توصلك الإشعارات بالفيديوهات الجديدة، وصلك الإشعارات دوما، اجعل الصفحة إيه شاهد أولا. طيب جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله لو حد عنده سؤال يبقى ابعته لي في الخاص إن شاء الله، وإحنا هنرد على كل الشبهات بإذن الله، سلسلة كاملة كده للرد على كل الشبهات، ثم قلب الحجة على المخالفين من كتابهم المقدس. فلو عندك سؤال أو شيء ابعته لي في الخاص في الفيسبوك، وأنا أبقى جاهز رد عليه وأرده في بث بإذن رب العالمين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولكم أجمعين، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك ومع المهتمين بحوار النصارى. غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.